يبيع سندويتشات في التيران. السلام عليكم زازلس أوفردوس، مرحبا بكم في قناة الحزاوي فاميلي. فيديو جديد أخوتي، واليوم إن شاء الله فلوق جديد عاوتاني، والأجواء ديال أول مباراة عند المنتخب المغربي. ترى ميمكنش، واحد الشعور دابا كنحس به خيالي، واحد الشعور راه في شكل أخوتي أنني نتفرج في المنتخب وهنا في الكوت ديفوار. المهم الله يدوز هذا النهار بخير وعلى خير، غنصور لكم الأجواء ديال ما قبل المباراة والأجواء ديال المباراة أخوتي وحتى ما بعد المباراة، وإن شاء الله يربح المنتخب. دعواتكم ويلا نبداو. ازاي يا أخوتي؟ هشام واجد متحمس مستعد، فرحان حيت غتشجع المنتخب. الصاد واحد الحاجه هربتني. اشنا هي؟ البلاصه اللي فيها حنايا. ايوا حنا كاين في المغرب. حيت اخوتي اغلب المشجعين المغاربه اتفقوا يتجمعوا في هذه البلاصه اللي كاينه في سان بيدرو باش يمشيو يشجعوا المنتخب المغربي. شحال كتوقع النتيجه؟ 3-0 ان شاء الله. تركت لكم اجواء مغربيه محضه. معنا هنا السي طارق اللي دار واحد الفكره واعره، اللي هي شنو اخوتي؟ كيبيعوا كاع المنتجات المغربيه، وتخيل معايا ان الايفواريين تلقاهم كيشريو اكثر من المغاربه. الا ملي شراو عندك شراو المغاربه كيشريو. لحقاش اخوتي المغاربه ديجا جايبين معاهم، واللي ما جايبش يجي هنا عند السي طارق ياخذ اللي بغى. ها انت كاينين الرايات في الاشكال والانواع، طريبشات عاوتاني. بس لبس شي واحد، جرب شي واحد. ضروري غادي ناخذوا شي حاجه، ما يمكنش ما ناخذوش. المهم هذه فكره واعره ناضيه. المهم كاع داكشي اللي كاين تما عندنا ياك، شنو خضينا؟ الرايات. وهاد الرايات ماشي بحال دوك الصغار اللي عندنا. حنا عندنا صغار، هادو كبار، عندنا الرايه الكبيره عاوتاني. انتوما كما قلت لكم الاصدقاء الايفواريين كيجيو كياخذوا الرايات، كيجيو كياخذوا التونيات، فكره واعره وراه كيبغيو المغاربه. جاتني واحد الفكره اللي هي غنسول الناس اللي كاينين هنا في الكوت ديفوار، يعني الايفواريين، على شنو كتوقعوا غتكون نتيجه مباراه المغرب ضد تنزانيا. اجي نشوفوا شنو غيقولوا. اول واحد اخوتي تلاقينا كيشجعني المغرب، لابس كاسكيطه ديال المغرب، شوف فرحان. ماروكو ديفا ماروك. سكور ريزولتا ريزولتا. حاتمين 3-0. حاتمين 3-0. حاتمين ماركي 3-0. اول واحد قال النتيجه هي 3-0. 3-0. شوف بعدا راه مشجع المنتخب. ومعنا عاوتاني مسيو ديارا. ديارا شحال كتوقع النتيجه؟ غيتصور معايا هشام. وي سي 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 كومبيا كومبيا ريزولتا. 3-0. واحد اخر قال لك 3-0. انا هادي تحيه ودي ديكاس لزكريا ولد خالتي من عند جمعيه 87. اي ديما مغرب اخوتي، الله يوفق المنتخب. شحال كتوقع النتيجه؟ النتيجه ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. 3-0 حتى انت. اي ان شاء الله. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نوجه التحيه لبنتي هبه، الله يخليها لي، على قناه العزاوي. بورت ماروكان كومبيا كومبيا روزيتا 2-0. او يو يو كومبيا 3-0. عطيه حتى هو درابو، عطيه درابو 2-0. او توا 3-0. اوكي ميرسي 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 ميرسي. باش نقربوكم من الاجواء اكثر، هاد البلاصه كانت شويه عامره قبيله ودابا عمرات بزاف وغتزيد تعمر اكثر، وراه باقي شي 5 سوايع اخوتي على المباراه. ازاي اخوتي؟ شحال كتوقع نتيجه المباراه؟ 3-1. علاش داك الواحد اصاحبي؟ علاش؟ على حساب العين. على باش نحيدوا العين. اوكي 3-1. يمكنش اخوتي العزاوي يضرب الحطه وقاد اللعيبات ودار انترفيو شكي كيبان تبارك الله الهيبه. اختي تلاقينا مع السي محمد اللي كان جا معنا من الطياره اخوتي من كازابلانكا. بخير السي محمد. وي جو في تري بيان، سي تري بيان باسي. اخبار ديال فرنسا اخوتي؟ Vous constatez une
une chaleur assez intense. Mais fais-tu ce local avec une dîme maghrébine? Ouais, un dos ça. 2-0 inchallah. Inchallah, قال لكم 2-0 الا كانت القوه وكانت العزيمه وكانت الاراده وهذا الجو راه صعيب ياك. شكرا سي محمد. كاسيد اللي كيجيبوا معاه ان شاء الله نديو معانا حنا. هاديك انتي راه كيف تيكم كيسي بوكي والمغرب في الشهد ترى ما يمكن. وي 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 5-0 لا لا دير لنا المصيبين وما دير لناش المشاكل وكيف نعيدوا العيد وكيقول لك 5-0 6-0 ولا ولا بزاف. وي 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 سيكون فيها ريزولتا ريزولتا 2-0 3-0 2-0 سير ما تعصبوش عليا وما تقلقوش عليا. غير قول 1-0 صافي. انا باغي 1-0 ما باغيش يماركيو بزاف غير 1-0 صراحه. هذه فكره انا المهم هو نطلعوا ماشي مشكل ماركيو 1-0 نصيره يماركيو بجوج ان شاء الله. سير قول بالبالو هذا كيبيع هذا. المهم الاصدقاء هاد الوليد هذا ساكنين في سان بيدرو ومغربي ياك قال لي راه كنتفرج فيك. شكرا بزاف شكرا لكم حتى نتوما على الدعم والحب ديالكم وغادي تفرج في الماتش. شحال كتوقع النتيجه؟ 3-0 يحيى قال لكم 3-0 عاودها بالجد 3-0 شكرا لكم. السي هشام شحفتي من دابا؟ البلبال الله يرضى هنا راه الحلق مشى باقي ما مشي لا التيرا باقي ما وصلنا التيرا. شرب لي قريعه ديال الماء مع راسك البارده حيت راه خصك تحافظ على الجهد. انا عاودتاني واحد ايفوريان مالي مالي هذا السيد هذا من مالي. مالي كم لي ريزولتا؟ 6-0 ولا 5-0 5-0 5-0 ولا 6-0 ان شاء الله. انت كتهضر متحمسين وفعلا ما هو بزاف بزاف ما هو بزاف ما هو بزاف قال لك ما هو بزاف. المهم السيد من ماريو كيقول 5-0 واحد شويه غادي نمشيو للتيران باش نعيشوا عاوتاني الاجواء تما. غير هو شنو البلان؟ شدنا الجوع والعطش وشنو الفكره اللي جاتنا؟ غادي ناخذوا كما شفتوا هاد البطاط ديال الاناناس كل وحده دايره غير 500 فرنك يعني 500 صفه منها غادي ناكلو ومنها غيحيد لينا العطش لحقاش هنا ارخص حاجه عندهم هي الفواكه. باقي كاع ما وصلنا للتيران والاجواء كما كتشوفوا اخوتي نقولوا بلا ديال الصح والمغاربه كيديروا لقاءات مع الصحافه ومغربينها ومشرفين المغرب. ساهي اخوتي شوف شكون شي كيقول 3-0 كلشي يبرملها. المهم الاصدقاء باقي 3 السوايع على المباراه وركبنا معهم الطاكسي باش يلاه نوصلوا للتيران اخوتي ونجلسوا بلايصنا لحقاش كيكون الزحام. والمشكل ان الطاكسي دابا 45 دقيقه هو كيدور بينا. علاش؟ الشارع اللي مشى ليه كيبغي يدخل منه كيلقى فيه لومبوطياج كيلقى عامر كيلقى مبلوكي ما يقدرش يدوز مازال. تيسول هذا السيد على شي طريق للتيران قريبه والو كلشي قال ليه مبروكي هو غيرجع. شوف شوف بعدا فين كنا غندخلوا شوف فين كنا ندخلوا في لابيست وقال ليه حتى هذه عامره سي بلوكي دابا ورد لها بلوكي مشكله. المهم صافي راه مول الطاكسي هي من الاختصارات هو يجيبنا للشارع الرئيسي قال لك نمشيو فيه واخا عامر وغنتعطلوا باش نوصلوا ولكن راه ما كاين حتى شي بلاصه فيه اللي مبلوكيه. اللي عجبني اخوتي في سان بيدرو داخل الاجواء ديال كاس افريقيا مزوقين الشارع بالكرات والفياله حيت شعار في كوت ديفوار هو الفيل اخوتي وحنا المغاربه هو السبع. وكما كتشوفوا عاوتاني هذه البلاصه دايرين فيها الرايات كاع ديال الدول اللي مشاركين اخوتي. الله يوفق الجميع ولكن ان شاء الله الكاس ديال المغرب ان شاء الله يا ربي. يا الاصدقاء المهم حطنا الطاكسي اخوتي في الراس ديال واحد الشارع اللي طويل كما كتشوفوا هو مورايا. هذا الشارع كله خصنا نمشيو فيه على رجلينا باش نوصلوا للتيران. حنا غادي للتيران بان لي هذا السيد داير هذه الحركه هذه يعني رافع العلم الوطني للسما باش ضربوا الرياح. صافا
Oh, mon ami. Ça... Oh, mon droit, toi. Trois. Ouais. Oh, c'est pour toi, marqueur. Il y a Ivoirien. Ivoirien. Tu vois. Oh, merci, merci beaucoup. Je suis d'Abidjan, venez ce matin. Oui, Abidjan. C'est pour toi. J'aime Abidjan parce que c'est pour toi, le Maghreb. المهم الاصدقاء دينا عندهم هذا الثلاثه هذا وخا حتى التيران راه كيبيعوه بنفس الثمن ديال الحوايج شدتني تبوريشه بكثرة الحب ديالهم كبار وصغار كلهم كلشي كيبغيو المغرب ترى ما يمكنش المهم دينا عندهم مشروب طاقة هضره مشروب طاقة وداك الكليه راه ماشي حنا اللي ديناهم راه عطيناها الدراري الصغار وهي غتفرق على الدراري قلنا لها كاع داكشي اللي عندك فرق على داك فرحونا حتى حنا وحنا نفرحوهم يلا دابا ها انتم اخوتي غادي للتيران يشجعوا المغرب مغرب سبورت مغرب حكيمي سياس بونو ميرسي ميرسي تعيش سي 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 التيران قدو قدو شهور وصلنا للتيران اخوتي فين غيلعب دابا المنتخب ما بقاش لينا بزاف وغادي ندخلو المهم غير قربنا للتيران بداو كيبانو الناس ديال لجنه التنظيم كيشد عندك التيكي كما كتشوف ها هو كيشد التيكي عند الناس باش شنو كيوريهمش من الباب غادي يدخلوا احنا عاوتاني غنوريوهم التيكيت باش يوريونا فين غنمشيو هذه اخر بلاصه واش فراسك في كل وحده من هادو ديري الرايه ديال شي دوله نقلب على ديال المغرب ما عرفاش نلقاوها ولا لا المهم كما كتشوف هاد الشجرات مزوقينهم في الدخله ديال التيران ودايرين فيهم الرايات ديال الدول يلا نقلبوا على المغرب يلا يلا ها هي الرايات المغرب راية حمراء فيها نجمة خضراء ها يا خوتي صارعينها الصراحة وديري النجمة الوسط وطالع منها الربيع زعما الخير ويلي 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 بلاد الخير يا ربي يا ربي يا سي يا خوتي المهم كما كتشوفوا احنا دخلنا للتيران بعد ما تسنا من الإجراءات الأمنية وغادي نمشيو دابا باش ندخلوا لدوك الدروج راهم هذوك الدروج اللي قالوا لينا حنا خصنا ندخلوا من تما باش نمشيو للبلاصة ديالنا فرق لي الناس دايرين الريستو السندويتشات على كاينين الحلويات اللي بغيتو لها سيدي مع الحلوة ها السندويتشات ديال الكاشير العيباج ها الفقاص القسيقشات ولا ما شنو كنسميوهم المهم الماكلة هنا موجودة وسط التيران ولكن كيبان لي غناخدوها دابا قبل ما تسالي نخليوها ديك الساعة حتى لوقيت الماتش يمكن لك تريح شوف الناس كيقزو كيقصيو تما والعيباج الأصدقاء معانا هنايا طه طه لاباس عليك جيتي من المغرب جا من المغرب باش يتفرج في الماتش شحال كتوقع النتيجه؟ شعلة قبل مرحبا شعلة قبل الماتش شاف القلوب النتيجه شحال كتوقع شحال؟ 3-0 قال لكم طه الزاهية يا السندويتشات ماكلة عشيري كل واحد بشحال هشام؟ 1000 عشيري 1000 صيفة وليتي بحالك كتبيع السندويتشات هشام كيبيع السندويتشات في التيران والله ما بقاش ما بقاش السندويتش السندويتش المهم 1000 تقريبا هي 16 درهم رخاص 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 انا نخلصهم غادي ناخذوا الاصدقاء صالات فروي وفيها كاع الفواكه اللي ممكن تخيلوا هشام انت غتاخذ صالات ديال الخضره اويلي لا لا جيب لي بحال هكا صافي لا غادي نزيدوا شي جوج غرار في هنا ديال الماء باردين يا خوتي المهم ماشي هذه هي البلاصه اللي خصنا نجلسوا في التيران ولكن سلتنا لهذ البلاصه علاش شافوا لي الجمهور المغربي فين مجموع ويلي 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 غير حتى المغاربه باش نشجعوا المغرب والبلان الزوين هو ان المنتخب المنتخب قريب لينا قريب بزاف انا كيشان وتصدمت الصاد كتحس براسك قريب منه انا كنشوف الكعبين بوفين شوف 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 اخوتي شوف اخوتي شوف هما حتى انا اخر ما يمكنش راهو بوفين وصاب راه الهربة وفاش غير بقى يجيو عندنا ويسلموا على الدراري يجيو يديروا ديك لا 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 لا
فلسطين. صحتك. ديما فلسطين. صحتك. المغاربة وفلسطين شعب واحد. خوت الحمد لله. Woo!
غالي وات ستوب وات شي غالي الكروي. شكرا لكاع الناس اللي جاوا باش يشجعوا المنتخب، شكرا للمغاربه كاملين اللي كانوا كيتفرجوا ودعاوا مع المنتخب، وشكرا للمنتخب الوطني والركراكي. الحمد لله دازت المقابله زوينه، اداء زوين، وانتصر المنتخب 3-0. ازاي يا خوتي؟ ان شاء الله غنحط لكم دابا الفيديو، وبالنسبه للاحتفالات اللي غادي نحتفلوا مورا المباراه غتلقاهم في انستغرام، غنحط لكم ستوريات. يلا تهلاو، باي.